حديثي أوجه الشكر أجزله إلى مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي بدأت منذ فترة طويلة تؤتي أكلها في بلاد المسلمين منهجاً ودراسة وبحثاً وتنقيباً عن حقائق العقيدة الإسلامية والتصوف الإسلامي والفقه الإسلامي. فأوجه الشكر كذلك إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على احتضانه لهذه هذه الندوة العلمية من ناحية كونه مجلسا علميا للشؤون الإسلامية بجاد، ومن كونه رئيسها رئيس الفرع لمؤسسة محمد السادس بتشاد. فموضوع البحث الذي أتناوله في هذه المحاضرة هو منهج الإمام أبي الحسن الأشعري العقدي من خلال مؤلفاته. فالعنوان يحدد مسار البحث في كونه يتناول منهج الإمام أبي حسن الأشعري العقدي، هذه جزئية. ثم بعد ذلك هذا المنهج ليس في كتب تلاميذه ومحبيه، وإنما من خلال كتبه التي ألفها. فكان البحث جاء في فصلين. الفصل الأول يتحدث في مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري، والفصل الثاني يتحدث في المنهجية التي اتبعها في داخل كتبه التي ألفها. فالعلم سلاح المؤمن في حياته، ولا يعيش دونه لحظة واحدة. فالعلماء هم الذين رسخوا مفاهيم الدين في قلوب الأمة الإسلامية، وهم خلائف الله في الأرض تعليما وإرشادا وتوجيها في جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والخيرية إلى غير ذلك من النواحي. فالمؤسسة أرادت أن تدمج وحدة الأمة الإسلامية في منهجها العقدي ومنهجها الفقهي ومنهجها التصوفي السلوكي. فالعقيدة الأشعرية عقيدة السلف الصالح، وإذا بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة نقول أن مؤسسة محمد السادس أرادت أن تضع لبنة من لبنات العقيدة الإسلامية في بلاد الأفارقة، وتصحيح كثير من المفاهيم التي انزلق عنها كثير من الناس. فلذا أبدأ بالمؤلفات. فأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، إذا نظرنا إليه في حياته وتاريخه وسيرته نجده مر بطورين مختلفين. فكان الإمام أبو الحسن الأشعري في بداية تاريخه العلمي كان معتزليا، وكان في المعتزلية رأسا، وكان تلميذا مقربا لأبي علي الجبائي. استطاع أن ينتقد الكثير وأن يدخل في مناظرات كثيرة، واستطاع شيخه في حالة غيابه أن ينوب عنه في كثير من المناظرات العلمية. فهذا الطور عاش فيه قرابة 40 سنة، ثم بعد ذلك انتقل إلى طور آخر، وهو الانتقال إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فعندما كان في الطور المعتزلي ألف كتبا كثيرة، وعندما انتقل إلى الطور أهل السنة والجماعة ألف كتبا كثيرة كثيرة. فلذا العلماء عندما وضعوا أيديهم على مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري، فنبتدأ بابن عساكر تلميذ، أن عدد مؤلفات أبي الحسن الأشعري 90 مصنفة. هذا ذكره في كتابه تبيين كذب المفتري. وذكر ابن حزم أن مؤلفات أبي الحسن الأشعري بلغت 55 مصنفة.
وذكر الإمام السبكي في طبقاته أن معلفات الإمام أبي الحسن الأشعري بلغت 21 مصنفة. وذكر الإمام الزركلي أن مصنفات الإمام أبي الحسن الأشعري بلغت 10 مصنفات، ثم يقول بعد ذلك أن له ما يزيد على 300 مصنف على 300 مصنف. فهنا عندما يضع الباحث يده على هذه الأقوال الكثيرة للعلماء لا بد أن يقف ويسأل نفسه لماذا هذا الاختلاف الكبير في مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري. فالباحث يطلع أو يخرج بأمرين: الأمر الأول أن كل واحد من هؤلاء المؤلفين تحدث عما وصل إليه من كتب الإمام أبي الحسن الأشعري، ولم يعلم أن هناك عدد آخر من المؤلفات لم تصل إليه، فتحدث عما وصل إليه وعرفه. هذا مخرج واحد. والشيء الآخر، نحن نعلم تماما أن أبا الحسن الأشعري عاش في 100 وفي نصفها كذلك في مولده، واستمر إلى 103 وربعها، لأنه توفى في 324 هجرية. هذه الفترة كانت فترة ذهبية للعلماء، فكانوا يكتبون، ولا سيما أن الإمام أبي الحسن الأشعري أنه درس في داخل العراق في البصرة، وكذلك ألف في البصرة، ولم ينتقل من البصرة إلا في آخر حياته إلى بغداد. فإذا مكان علمه ومعلفاته وشيوخه وتلاميذه يدور حول بلاد العراق البصرة إلى بغداد. إذا نظرنا في الحقبة السادسة نجد أن هناك زخم شديد وحجوم شديد على العلم وعلى العلماء وعلى المؤلفات العلمية وعلى المسلمين وعلى الإسلام على يد التتار الذين ابتدأوا من بلاد الشام إلى أن وصلوا العراق. فما من عالم وجدوه إلا وقتلوه، وما من كتاب وجدوه إلا وأخذوه أو حرقوه أو أغرقوه في الماء. حتى يقول بعض المؤلفين أن نهر دجلة والفرات لقد اختلط بمداد الكتب التي ضاعت في داخل مياهها. إذا نظرنا إلى هذه الحقبة نجد أن ربما يكون هناك عدد كبير من المعلفات والمصنفات لأبي الحسن الأشعري أنها ضاعت في تلك الفترة، فكل واحد تحدث عما ظهر له وعما عرفه من هذه الكتب. ولكن عندما وضعت يدي على البحث فلا بد أن أضع يدي على مؤلفات أبي الحسن الأشعري، فقلبت الكتب وتصفحتها فوجدت قرابة 6 كتاب، 6 من كتب الإمام أبي الحسن الأشعري. فوجدت الإبانة في أصول الديانة، وجدت كتاب اللمع في الرد على أهل الزيق والبدع، وجدت كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وجدت كتاب استحسان الخوض في علم الكلام، وجدت رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، وجدت رسالة تسمى رسالة الإيمان. هذه المصنفات 6 وجدتها في الكتب الحديثة الموجودة معنا. ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم في تشات وعند كافة العلماء الموجودين في داخل تشات، ما وجدنا عندهم إلا 4 من معلفات الإمام أبي الحسن الأشعري. فوجدنا الإبانة في أصول الديانة، وجدنا كتاب اللمع في الرد على أهل الزيق والبدع، وجدنا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وجدنا رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب. هذه فقط الموجودة معنا في داخل تشات. وعندما تصفحتها وتصفحت المنهج فيها وجدت منهج الإمام أبي الحسن الأشعري فيها بين النقل وبين العقل. الإمام أبي الحسن الأشعري منهجه في هذه الكتب الموجودة أمامي هي بين النقل وبين العقل، إلا كتاب واحد وهو كتاب الإبانة، وسأتحدث عنه
لأن فيه ما فيه من التحريف وفيه ما فيه من التصفيح، فلذلك عندما نأتي إليه إن شاء الله نذكر ذلك في مكانه. لكن باقي الكتب الموجودة كلها تدور بين النقل وبين العقل. نهج الإمام أبو الحسن الأشعري في الاحتجاج للعقيدة منهجين: منهج أهل الحديث واحد، ومنهج طريقة المتكلمين. لماذا نهج ذلك؟ لأنه في منهج أهل الحديث وهي ما تعرف بالمثبتة المثبتة، وهناك منهج المتكلمين. لماذا مزج بينهما الإمام أبي الحسن الأشعري؟ بينما نجد المعتزلة هم أهل الكلام ويقدمون الدليل العقلي على الدليل النقلي، ولا يرجعون إلى، وإذا وجدوا دليلا نقليا يخالف مرادهم استطاعوا بالدليل العقلي أن يزللوه. فإذا أبي الحسن الأشعري في طريقة المثبتة وهي طريقة أهل الحديث، وطريقة أخرى هي طريقة المتكلمين، استطاع أن يجمع بينهما. لماذا؟ لأنه نبغ في علم الكلام، وكان من أصحاب المنطق عندما كان معتزليا، وما من أحد جاراه إلا وغلبه في علم الكلام، فكان يشار إليه بالبنان في علم الكلام، حتى شيخه كان يقدمه في كثير من المناظرات ويستولي في كثير من دروسه التي كان يلقيها. فكان بارعا في طرق الحجاج، كان بارعا في طرق الحجاج والنظر، إلى أن تحول إلى أهل السنة والجماعة. ده واحد، سبب واحد. السبب الثاني أن الإمام أبي الحسن الأشعري لاحظ أن أهل الحديث المثبتة أنها دائمة خافي عنها علم الكلام، وهي تستطيع أن تأتي بالدليل النظري سواء كان بالقرآن الكريم أو السنة المطهرة، ولكن يخفى عنها الدليل العقلي. فعندما جاء وأراد أن ينشئ هذا المذهب جمع بين الدليلين، أخذ الدليل النظري ثم بعد ذلك أخذ الدليل العقلي، وأصبح له منهجا واحدا أنه يأتي بالدليل النظري ثم يدعمه بالدليل العقلي حتى لا يترك لأحد حجة. فإذا المعتزلي وجاء وقال حجتكم كذا وكذا وكذا، نعم هذا دليل نقلي لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا، ولكن هناك دليل عقلي. هذا الدليل العقلي هو يستطيع الإمام أبي الحسن الأشعري أن يبعد عنها، عنها، لكن بشرط أن الدليل العقلي يكون تابعا للدليل النقلي، وليس الدليل النقلي يكون تابعا للدليل العقلي كما يفعله المعتزلة فيقدمون الدليل العقلي على الدليل النظري. لكن هو يأتي بالدليل النظري ثم بعد ذلك يدعمه بالدليل العقلي حتى لا يترك مجالا للمجادلة في ذلك. ففي هذه الحالة الدليل النظري، لأن الدليل العقلي هو فشل عند المعتزلة تماما، وأصبحوا يأتون بعمور عقلية فيها مغالات. هذا جانب. الجانب الآخر أن كثير من الحنابلة المنتسبين للإمام أحمد بن حنبل يأتون بأشياء فيها التشبيه والتجسيم إلى غير ذلك. إذن في هذه الحالة هو استطاع أن يجمع بين الدليل النقلي وبين الدليل العقلي حتى لا يترك لإنسان حجة بعد ذلك. ويقول تقي الدين السبكي في مقدمة كتابه السيف الثقيل: كان الإمام الأشعري ينظر إلى ما وصل إليه المعتزلة من تطرف ومغالات حتى أصبح الإسلام عندهم قضية فلسفية وبراهين منطقية. لجانب المعتزلة تماما. وكذلك نظر الأشعري إلى ما انتهى إليه الحنابلة الحشوية من المغالات في الوقوف عند ظاهر النص والالتزام الحرفية فيه، وبذلك أصبح الإسلام عندهم جامدا لا حياة فيه. نظر إلى هؤلاء ونظر إلى هؤلاء، فهدى الله سبحانه وتعالى الإمام الأشعري إلى الحق، فوقف وسطا بين العقل وبين النقل،
فهو يثبت ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله وصفات رسله واليوم الآخر والحساب والعقاب والوعد والوعيد والكسب إلى غير ذلك من المسائل العقدية يقف عندها بالدليل النقلي من الكتاب والسنة، ثم يتجه إلى الأدلة العقلية والبراهين المنطقية يستدل بها على صدق ما جاء به القرآن وعلى صدق ما جاءت به السنة النبوية، ولا يتخذ العقل حاكما على النصوص ليعولها، بل يتخذ العقل خادما للنصوص. فمن هنا، من هذا المنهج الذي وضعه الإمام أبي الحسن الأشعري، كان منهجا وسطيا. يقول القاضي عياض في المدارك: فلما كثرت تواليف الإمام أبي الحسن الأشعري وانتفع بها القاصي والداني وكثر طلابه وكثر محبيه تسموا بإسمه فسموا أنفسهم الأشعرية، لأنه استطاع أن يوقف هؤلاء بالدليل العقلي ويوقف هؤلاء بالدليل النظري الجامد الحرفي، فسموا أنفسهم الأشعرية بناء على ذلك، وتركوا الاسم السابق لهم الذي كانوا يطلقونه على أنفسهم وهو المثبتة، كانوا يطلقون على أنفسهم المثبتة. هذا بالنسبة للمنهج الداخلي بالنسبة للإمام أبي الحسن الأشعري من خلال كتبه. فإذا نحن وقفنا عند كتاب من كتبه، اللمع مثلا لأبي الحسن الأشعري، نجد كتاب اللمع نقل فيه أشياء كثيرة، وكان فكره عميق وتفكيره سليم ومنهجه قوي. لماذا؟ بالأدلة النقلية والأدلة العقلية تارة. وفي كتابه اللمع لم يذكر اليد، ولم يذكر الوجه، ولم يذكر العينين، ولم يذكر القدمين، ولم يذكر الأصبع، ولم يذكر، وإنما دلل على كل الأمور العقدية من الكسب والوعد والوعيد إلى غير ذلك بدليلين: الدليل النقلي ثم يعقبه بالدليل العقلي، ثم بعد ذلك يأتي بتفسير لما تقدم من الأقوال. فكان منهجه في كتاب اللمع منهجا سبيكا، منهجا جميلا، منهجا قيما، منهجا بارعا. فعرض من ذلك مسألة الكسب، فانظروا فيها عندما قال في الكسب: قال الكسب هو حركات يكتسبها الإنسان بقوة محدثة. ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ثم بعد ذلك أتى بتفسير لما تقدم وقال: وذلك لتعلق القدرة المحدثة بالمقدور ليحصل بها الاكتساب. ونحن نعلم تماما في كتبنا التي ندرسها في العقيدة أن الاكتساب هو موافقة القدرة الحادثة للمقدور، نفس الكلام الذي نص عليه الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابه، لكن منهجه كان منهجا قويا سبيكا. عندما تحدث عن مرتكب الكبيرة فيقول أن مرتكب الكبيرة ليس مخلدا في النار، ولكن يعاقب بمقدار ما أذنب إلى أن يتقمده الله سبحانه وتعالى برحمته فيغفر له أو يعفو عنه لحسنات قام بها. ثم بعد ذلك أتى بقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بعد ذلك قال: وإن عاقب فبمحض العدل، وإن عفا فبرحمته. هذا هو منهجه في كتابه اللمع بهذه الطريقة. ثم تحدث عن الوعد والوعيد. ثم بعد ذلك أريد أن أقف على كتاب آخر من كتبه. هنا في الكتاب هذا يقول فيه الدكتور عبد الرحمن بدوي، وهو محقق كتاب مقالات الإسلاميين، أن كتاب اللمع أنضج من كتاب الإبانة، وصورة الإمام الأشعري التي يصورها له التاريخ والتي تأثر بها
التلاميذ النجباء، واهتم بها علماء الكلام ظاهرة في كتابه اللمع. فكل العلماء أثنوا على اللمع وجعلوه ركيزة لانطلاق الفهم الصحيح لأبي الحسن الأشعري في علم العقيدة وعلم التوحيد. عنده كتاب آخر منهجيته فيه تختلف عن منهجية كتاب اللمع، ذكر فيه وهو كتابه رسالة إلى أهل الثقر، والثقر معناته الناس في الجبال وكذا، وسماه رسالة أهل الثقر باب الأبواب، سماه بهذه الطريقة. فهؤلاء سمعوا بأبي الحسن الأشعري وأنه إمام لأهل السنة والجماعة، وكانوا هم ينكرون ما ذهب إليه المعتزلة من استدلالهم بالعقل وتركهم للنصوص، وكذلك يرفضون حشو الحنابلة الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات المخلوقين. فهم في حيرة عندما سمعوا أن هذا الرجل هو من أهل السنة والجماعة، أرسلوا إليه رسالة وطلبوا منه توضيح مذهب أهل السنة والجماعة، فهو خاطبهم بقوله: المناهج العقدية المختلفة مناهج كثيرة، منهج من اتبع السلف الصالح، ومنهج من ادعى كمال العقل وصحته، ومنهج من كان مؤمنا بالكتاب والسنة حرفيا، ومنهج الجاحد لهما. ثم بعد ذلك بدأ ببيان منهج أهل السنة والجماعة، وقرره على اتباع النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك العقل يأتي من بعد ذلك. وهم بذلك فرحوا بهذا الكتاب، وحقيقة هذا الكتاب هو كتاب رسالة أهل الثقر موافقة لأقواله المنقولة عن الإمام الحسن العاشري فيه، موافقة لكتاب اللمع، ولم يشذوا عنها. لكن عندنا مشكلات، وأنا أحاول بمشي سريع لأنه خايف من الزمن. عندي مشكلة كبيرة، مشكلة بين كتاب اللمع وكتاب الإبانة. الناظر في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري يجد أنه سلك فيه منهجا لا يتحدث فيه عن الجسم والجسمانية أصلا. إذا تصفحت كتاب اللمع لا تجد أن الإمام الأشعري يتحدث عن الجسم ويتحدث عن الجسمانية، لا أصلا ما يجده، ولكنك تجد أنه يتحدث عن كل الصفات، ويريد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل الصفات، وإن كانت هذه الصفات فيها مشابهة للخلق للمخلوق. فلذلك جاء بأسلوب صريح، بل يحاول إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والاستواء، ويقول أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وسار على هذا المنهج. ولكن في اللمع لم يتعرض الأشعري للوجه، ولم يتعرض لليدين، ولم يتعرض للاستواء، بل أحمل ذلك إهمالا صريحا، وأتى بجزئية واحدة صريحة، وهي لا بد من تنزيح الله سبحانه وتعالى عن الجسمية والعلو، وأن يكون مشابها للخلائق والحوادث. هذه الجزئية موجودة في اللمع، ولكنك لا تجدها في الإبانة. فهناك فرق كبير وبون كبير بين الكتابين. فإذا نظرت في هذا ونظرت في هذا، كأنك تقول كتاب اللمع صاحبه آخر، وكتاب الإبانة صاحبه رجل آخر، لأنه هنا مشى على حرفية
الصفات دون أن يؤولها، ودون أن وإنما أثبت، وهذا كله فيما يأتي إلينا ويبينه ابن عساكر أن هذا الكلام الموجود في الإبانة غير صحيح، وأن هذه الإبانة الموجودة بين أيدينا هي مصحفة ومحرفة، وأننا لا ننكر نسبة الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري، ولكن ننكر ما فيها، بدليل أن ابن عساكر أخذ بابين من الإبانة في كتابه تبيين كذب المفتري. فعندما أتينا بالإبانة الموجودة المطبوعة حاليا، السلفية المطبوعة حاليا أمامنا، وجدنا ثلاثة طبعات: طبعة الأستاذة فوقية، وطبعة واحدة لأحمد الصباغ، وطبعة واحدة من دار السلفية. طبعة الأستاذة فوقية وطبعة السلفية تخالف البابين اللذين نقلهما الإمام ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، يختلف تماما. فمن هنا أخذ العلماء على أن الإبانة الموجودة للإمام العشري المنسوبة للإمام العشري التي بين أيدينا هي محرفة بأدلة كثيرة. فلذلك نبدأ مثلا بقول الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب تبيين كذب المفتري، ماذا يقول: والنسخة الإبانة المطبوعة في الهند نسخة مصحفة ومحرفة تلاعبت بها الأيدي الأثيمة، فيجب إعادة طبعها من أصل موثوق به. وأشار الإمام السبكي في الطبقات أن ما نقله الإمام ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري عن الإمام الأشعري من كتابه الإبانة هو الصحيح الذي يعتمد عليه بخلاف ما لم ينقله عنه. وهذه إشارة واضحة أن بعض الكتاب الإبانة محرف ونسبته للإمام الأشعري غير صحيحة. فلذلك نقل قال في عندما يتحدث عن زيادة الإيمان ونقصه، قال: بل القول كقوله لفي الزيادة والنقصان منصوصة عن الشيخ عبد الحسن رضي الله عنه في كتاب الإبانة في الفصل الثابت منها عنه. انظر إلى هذه العبارة: في كتاب الإبانة في الفصل الثابت منها، أي من الإبانة عنه، أي يعني الإمام أبي الحسن الأشعري، بمعنى أن هناك أشياء كثيرة في الإبانة منسوبة للإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام الحسن الأشعري بريء عنها. فلذلك ولقد نقل الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتاب تبيين الكذب المفتري فصلين من الإبانة. انظروا في الصفحة المطبوعة، أول حاجة قال المطبوع أمامنا، الإبانة الموجودة أمامنا، يقول الإمام الحسن الأشعري: وأنكر أن يكون له عينان، مع قوله تجري بأعيننا. وأنكر أن تكون له عينان، دي في النسخة الموجودة معنا حاليا. أنظروا إلى طبعة الأستاذة فوقية، تقول: وأن له سبحانه وتعالى عينين بلا كيف بالتسنية، وهناك عينان كذلك بالتسنية. وعند ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري في الفصلين اللذين نقلهما من الإمام أبي الحسن العشري من كتاب الحسن العشري، يقول: وأن له عينا بلا كيف، أن له عينا واحدة بلا كيف بإفراد لفظ العين. طيب، هنا نسختين، كل واحدة منها تقول عينين بلا كيف إلى غير ذلك. في النسخة الذي رواها ابن عساكر في الفصلين يقول أن له عينا بلا كيف، ونحن نعلم تماما أن الإفراد هو الموافق للكتاب والسنة وأقوال السلف، وهذا يا أخوتي نص واضح في التلاعب بنسخ الكتاب، لأن الذي يريد أن يقول أن له عينان معناته يريد أن يشبهه بالمخلوق، ولفظ العين أتى مسنة، أتى مفردا فقط وأتى جمعا، ونحن نعلم تماما أن في اللغة العربية تارة يأتي الجمع للمفرد تعظيما
إنا نحن نزلنا الذكرى نحن جمع، ولكن الله هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن أتى بصيغة الجمع لأجل التعظيم تماما. هذه موجودة بأعيننا موافقة لا ضير فيها، عينا موافقة لا ضير فيها، ولكن تأتي وتقول له عينان أو عينين، هذا لا في كتاب ولا في سنة ولا قاله الإمام الأشعري. وتبين من هذا النص أن هناك أشياء كثيرة في داخل كتاب أبي الحسن الأشعري المسمى الإبانة، فيه تصحيف وفيه كثير من الأشياء. لأن هناك نحن أنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ، قالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، بل غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان. فتأتي الآيات تأتي أحيانا بالمثنى وتأتي بالإفراد وتأتي بذلك، ولكن في لفظ العين أتى مفردا، وهم يريدون من ذلك أن يثبتوا أن لله عينان، كما أثبتوا له قدمين وأثبتوا له ساقين وأصبحوا له أصبع، كل الجوارح الموجودة في المخلوق هم يريدوا أن يثبتوها في الخالق. وهذا لذلك هم بذلك يكونوا خرجوا عن طريق أهل السنة والجماعة، لأن طريق أهل السنة والجماعة كما يأتي في محاضرة أخرى هو التأويل أو التفويض. نحن نؤول هذا وهو قول الخلف، أو نفوض أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أدرى بذلك. ويقول الكوثري: ومن غريب التحريف ما دس في بعض نسخ الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري، دس فيه شيء، مستحيل الإمام أبي الحسن الأشعري يقول ذلك. يقول إيه؟ يقول أن حماد ابن أبي عن حماد ابن أبي سليمان قال: بلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء عن دينه، وكان يقول بخلق القرآن. مستحيل الإمام أبي الحسن الأشعري أن يقول مثل هذا، ويقول مثل هذا في علم من أعلام الأمة الإسلامية، مستحيل أن يقوله. ونحن نعلم تماما في سيرة الإمام أبي الحسن الأشعري كان لا يحب المناظرة ولا يحب أن يتكلم دون أن يسعل، وإذا وجد أمرا غريبا يتحدث فيه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هجوما على العلماء ما حصل، بدليل أن تلميذه السرخسي يقول في آخر أيام وفاته وقال له: يعني أشهد علي أني لم أكفر أحدا من أهل القبلة، ما أكفر أحدا من أهل القبلة نهائيا. فأخلاق أبي الحسن الأشعري وحبه للدعوة الإسلامية بالتي أحسن تخالف مثل هذا الشيء، وهذا مدسوس عليه، لأن هذا الحديث موجود في البخاري، وهو أن أبلغ أبا فلان، والمحرف أخرج أبا فلان وأدخل أبا حنيفة لأجل أن ينسبه للإمام الأشعري، والإمام الأشعري بريء من ذلك. جاء في الطبعة المتداولة عند ذكر الاستواء أنه قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وجاء في طبعة الأستاذ فوقية: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول واستقرار. أنظر، جملة استواء يليق به من غير طول واستمرار محذوفة من الطبعة الموجودة أمامنا اليوم، فالعبارة الآخرة محذوفة. وكذلك جاء في صفحة 73 من الآيات المتداولة: فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أنه منفرد بوحدانيته مستو على عرشه. وفي طبعة الأستاذ فوقية: فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد. فجملة منزها عن الحلول والاتحاد موجودة في نسخة الأستاذ فوقية، ولكنها ما موجودة في النسخة المتداولة بين أيدينا. هذا إن دل كذلك يدل على التحريف الشديد الموجود في كتاب الإبانة. ومن المضحكات أنه جاء في الإبانة من دعاء أهل الإسلام جميعا، ما سمعنا بذلك: إذا هم رغبوا إلى الله تعالى بالأمر النازل بهم يقولون جميعا:
يا ساكن السماء، يا ساكن السماء. ويحلفون كذلك في قولهم لا والذي احتجب بسبع سماوات. هذا الدعاء وهذه الحليفة ما سمعنا بها من قبل أصلا، ولا من دعاء المسلمين في قاطبة أهل الأرض، وما من كتاب ذكر ذلك، وإنما دس هذا على الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة. وهذا تقول ظاهر، لأن الواقع يكذب ذلك، فإن هاتين العبارتين لم تنقلا عن إمام ولا عالم، بل ولا من عوام المسلمين. كذلك نجد قول في النسخة الجيدة التي هي منسوبة للإمام أبي الحسن الأشعري. طيب، بعد ما تحدثنا عن كتاب اللمع وكتاب رسالة أهل الثقل وكتاب الإبانة وما فيه من المخالطات الكثيرة والاختلافات الكثيرة، نستطيع أن نقول أن كتاب الإبانة فيه تحريف وفيه تصحيف كثير جدا. هذا التحريف وهذا التصحيف مدسوس على الإمام أبي الحسن الأشعري. وعندما نأتي ونقف عند كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، نجد أن هذا الكتاب دون شك منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ونسبته صحيحة، لأنه استطاع أن ينقل فيه اختلاف المسلمين وأقوالهم على حسب طبقاتهم المختلفة. وهو ذكر بنفسه سبب تعليف هذا الكتاب، قال إنه رأى المؤلفين والمؤرخين للفرق يغالون ويخالفون الواقع، فقد ألف هذا الكتاب ليكون رمزا أمينا في هذا المجال. وفعلا استطاع أن ينقل كثيرا من أقوال العلماء، ولكل فرقة من الفرق ينسب إليها قولها دون مقال. حتى أن الإمام ابن تيمية أثنى على هذا الكتاب، وقال الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين إنه أبرع من كتب في المقالات. ولكن قسم الإمام أبي الحسن الأشعري هذا الكتاب إلى قسمين، من حيث النزاع والخلاف الطويل بين أصحاب الفرق إلى قسمين. القسم الأول الفرق حسبها 10 فرق، عرض 9 فرق في مكان، وجعل فرقة واحدة في آخر الكتاب، ثم بيّن بعد ذلك، قال هذه الفرق المتقدمة الكلام فيها جليل الكلام، والفرقة التي أخرها قال فيها الكلام فيها دقيق الكلام، بينما أن المنهجية تتطلب أن يرفع هذه الجزئية إلى الجزئية المتقدمة، ولكن هو بيّن سبب تأخير هذه الجزئية. والجزئية التي أخرها هي تتحدث عن المذهب الكلابي الذي هو لعبد الله بن سعد الكلابي، عبد الله بن سعد الكلابي. فيشير إلي بانتهاء هذه المحاضرة وفي نهاية هذه الجلسة، أقول في نهاية هذه الجلسة الكريمة، أقول أن منهج الإمام أبي الحسن الأشعري يعتبر منهجا سليما يدور حول هذه النقاط التي أذكرها لكم. يرى دور العقل كبير في خدمة النص القرآني وصحيح السنة، ده واحد. ثانيا يدافع عن العقيدة كلما اضطر إلى ذلك، كلما اضطر إلى ذلك بلسانه وعقله فكانت له قدم راسخة في السلام. ثالثا ضرورة الاستدلال بالحديث الصحيح متواترا كان أو آحاد، والأخذ بما كان يراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا يرى الإمام الأشعري أن أسماء الله تعالى وصفاته يعتمد فيها على النقل من الشرع، ولا يجوز فيها العقيسة اللغوية.
خامسا، يقرر الإمام الأشعري أن كل ما هو داخل في المتشابه من آيات الصفات والأفعال يجب فهمه على ظاهره وتفسيره بمعناه الحقيقي دون كيف، دون كيف. وهذا هو منهجه في معظم كتبه التي بين أيدينا كما وضحت ذلك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.